انتصرت لي جندي من جنود الجيش المصري دون أن تعرفه، لكن عز عليها أن يهان أو يوجه لي أي كلام قاسي. الحقيقة هذا الموقف كان مهم جدا لسبب واحد، وهو إيه؟ أن كل المليارات اللي جهات خارجية بتصرفها عشان تفسد العلاقة ما بين الجيش والشعب أو الشعب وجيشه، هذه السيدة جت في 3 دقائق كده نسفت هذه الدعايات كلها، لأنها أكدت أنه إحنا مع الجيش قلبا وقلبا. المصريين عندهم شعار اسمه الجيش قبل العيش، الجيش قبل العيش. محدش استغرب من الموضوع، أنت ممكن تسمعه مثلا لأول مرة، لكن هذا شعار إحنا بنطبقه عملي على الأرض، الجيش قبل العيش. لأنك لو مفيش جيش قوي مش هيبقى في عيش أصلا، لأنه العيش بتاعك ده الناس هتيجي تاخده من قدام. ولذلك أنا ما استغربتش إنه حالة الانهيار اللي كانت حاصلة في الإعلام الإخواني بسبب هذا الموقف، للدرجة اللي هم حاولوا يقولوا إن دي تمثيلية مصنوعة، إن ده مشهد كده جهات في الدولة هي اللي عملته عشان تقول المعنى اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. لما تيجي تتأمل المشهد بتلاقيه مشهد طبيعي جدا، ماشي، كلام مش من عندي، ده أنت الأخ سليم عزوز كاتب على صفحته، وناس كتيرة جدا كاتبين على صفحتهم يقول لك إيه كده الصورة صارت أكثر وضوحا زي ما حضراتكم هتشوفوا. سألنا من قام بالتصوير فالكاميرا ثابتة والصورة نقية والأشياء معدن، فتبين أن صاحب فيديو الكمساري والجندي قيادي بحزب مستقبل وطن بطنطا، مع أنه لو ضرب إيده في جيبه بدلا من إرهاقها في حمل الموبايل والتصوير ودفع ثمن التذكرة كان الموضوع خلص من الأول. الجدع اعترف بأنه من قام بالتصوير فضيع الفيلم كله. عايز أقول بس لسليم عزوز الحقيقة، والله يعني استخسروا طبعا في اللي هو فيه ده، لكن يا جماعة احنا بنواجه مرضى نفسيين، مش بنواجه معارضة ناضجة. يعني اللي هو انت تبقى معارض ناضج فانا اسمع لك، الناس دي تحولوا الى مرضى نفسيين. هو في دولة تفبرك فيلم زي ده عشان حضراتكم مضغوره في داهية تتنايلوا على عينكم؟ الحقيقة يعني انا بقيت الوقت والله العظيم بنستخسر الشغل اللي احنا بنقعد نعمله، دول عيال مرضى نفسيين كلهم. لا، انت بتتكلم على تأكيد مبدأ الست دي لما قالت بعد كده، قالت البدلة دي ما تعملش فيها كده، لأنه هنا دي رمز، البدلة العسكرية دي رمز من رموز البلد، أنت بتقدرها وبتحترمها. والمؤسسة العسكرية دي لو في أي واحد من رجالتها أخطأ بتعاقبه. فأنت قدام الحقيقة انتصار معنوي كبير جدا مصر حققته امبارح من خلال هذه السيدة. طيب احنا ليه بنهتم باللي بيحصل بره؟ لان انت دلوقتي في دعوات للحشد، دعوات للثورة، للغضب، للكلام اللي انتوا عارفينه ده. انا عايز ابين لحضراتكم بس حاجة عن هذا المقاول الهارب الفاسد اللي اسمه محمد علي، اللي هو بيطلع دلوقتي كل يوم يقول للناس انزلوا لازم تصوروا لازم تغضبوا، في الوقت ده اللي هو نفسه بيحتفل بانه بيشتغل الوقت في برشلونه وبيستأنف اعمال المقاولات بتاعته. كلام من على صفحته مش من مكان تاني، مش احنا اللي جايبين هذه المعلومه، على صفحته. ورونا كده يا شباب. قال لك انه احنا بدايه اول مشوار لشركه املاك في بلد التاني الجميله الرائعه اسبانيا، والرزاق في كل مكان في الدنيا. تمام. فالراجل في الوقت اللي هو قاعد بيحرض الناس على الفوضى ويحرض الناس على انه النزول في الشوارع، هو بيستأنف شغله، راجل قاعد هناك موجود هناك. لا، انا هقول لكم معلومه اهم، لان انت تقول هو الواد بيشتغل في المقاولات في اسبانيا ازاي؟ يعني الفلوس جابها منين؟ مين بيساعده؟ اللي بيساعدوه او بيدفعوه انه يتبنى خطاب فوضى ويحرض الناس على العنف هم الناس اللي بيساعدوه على انه يشتغل ويعمل اعمال مقاولات هناك. بس الحقيقه واحنا نشرنا امبارح في الدستور تقرير بيقول انه في اجتماع حصل مؤخرا ما بين محمد علي وعناصر من المخابرات القطريه اللي هم عملوا الشقين،
نظموا له الفيديوهات اللي هو بيعملها دي دلوقتي، وكمان نظموا له بعض الشغل في المقاولات. كمان كان فيه كلام مهم جدا نشروه زمايلنا في موقع القاهرة 24 من شوية، بيتكلم على انه هذا الهارب ده اسبانيا حددت اقامة المقاول محمد علي داخل برشلونة وتنتظر رد القاهرة. ايه تفاصيل الموضوع؟ ايه تفاصيل الموضوع؟ لانه الموقع راجع لي الاستاذ عادل رضوان من اسبانيا، عضو الجالية المصرية في اسبانيا، ومن اسبانيا معانا الاستاذ عادل رضوان. اهلا بيك يا فندم. استاذ عادل اهلا، مساء الخير. اهلا بيك، امورنا تحت امرك. طيب احنا بس بنسال حضرتك لانه احنا بنستعرض بعض المعلومات عن وجود محمد علي في اسبانيا، وكنا نعرف انه حضرتك متابع هذا الموضوع ولديك معلومات عن تحديد اقامته تحديدا في برشلونه. ايه كواليس وتفاصيل هذا الموضوع استاذ عادل؟ هو زي ما كلنا عارفين وكل العالم عارف ان محمد علي موجود في برشلونه ومقيم ومشتري بيت في برشلونه وعايش وقدم على لجوء، ولكن الحكومه الاسبانيه يعني ليها وجهه نظر في الموضوع ده، فرافضين انه يدوا له لجوء بحيث انه في اوراق وفي حاجات طالبينها منه. يعني هو قدم لجوء سياسي هناك وهذا الطلب رفض. هو شبه رفض. شبه رفض. في القضاء هنا اللي هو الكلمه الاولى والاخيره للقضاء مش للسياسيين. فطلبوا منه اوراق وادوا له مهله وانتهت المهله. ما حضرش اوراق، ومصر طبعا مستكته بتبعت معلومه بتبعت استرجاع وحاجات زي كده. فالقضاء طبعا هو الكلمه الحكومه ما بتقدرش تعمل حاجه الا بامر القضاء. تمام. فطلبوا منه اوراق عشان يقدمها عشان يقبلوا اللجوء بتاعه، فما قدرش يقدم الاوراق وتاخرت، اعطي له مهله 40 يوم وزي ما قال فرناندو جارسيا ان المهله عدت حوالي عدى منها حوالي 10 ايام. و استاذ عادل، طيب شوفوا لنا الاستاذ عادل تاني يا شباب. معايا فندم. انها تبقى زباله يعني. فاذا المهله عدت من 10 ايام، وعشان كده حضرتك بتقول انه طلب اللجوء عدى منها 10 ايام ومعطوا له مهله 40 يوم زي ما قال فرلاندو جارسيا اللي هي ادوا له مهله 40 يوم عدى منها 10. مصر على فكره وهو في الداخليه هنا ومتابع احداث مصر كلها وبيهتم بالمواضيع اللي هي خاصه باي بمصر يعني. وصديق عزيز بقى له فتره طويله نعرفه من 15 سنه. لا نتناقش في المواضيع وبنتكلم لاي حاجه في مصر بتهمنا طبعا. صحيح صحيح. بشكرك جدا استاذ عادل رضوان عضو الجاليه المصريه في اسبانيا. معلومه اللي هو بيقولها عشان نبقى يعني اكثر دقه، هو اضاف لينا انه محمد علي قدم طلب لجوء عشان يفضل في اسبانيا، وانه طلب منه اوراق لاستيفاء هذا الطلب لكن لم يتقدم به هذه الاوراق، ولذلك هو بيقول شبه رفض هذا الطلب. الحاجتين دول لما تحطهم قدام حضرتك الناس اللي هي بتقعد تسمع المخدوعه بهذا الكلام، انت قدام واحد بيستأنف عمله في المقاولات في اسبانيا مش راجع، و كمان قدام واحد مقدم طلب لجوء لاسبانيا عشان يفضل هناك ويدعوك هو في هذه اللحظه انك تخرج، وانك لانه ده البيزنس بتاعه. احنا معانا الفيديو بتاع الاستاذ محمود حسان يا شباب اللي بيتكلم فيه عن انه ده البيزنس بتاعهم. يعني لما الاخ محمد علي او الاخ ناصر او الاخ معتز يقول لك اطلع واعمل ده شغله اللي بيقبض عليه فلوس. وهنا انا هستعين بفيديو عمله الاستاذ الدكتور محمود حسان، هو استاذ قانون وكان موجود في تركيا ويعرف كويس قوي الناس اللي موجودين في تركيا، وكان مستشار قانوني لبعضهم لحد ما اكتشف ان الناس دي بتعمل شغلها فقط وبتقبض فلوس لكن لا عندها قضيه ولا بلد ولا غيره. سمعوني كده الدكتور محمود حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الدعوات لنزول 20 سبتمبر دعوة للخراب، دعوة لانهيار البلد، دعوة للرجوع للوراء، دعوة لانهيار الاقتصاد. ما تسمعش كلام الخونة والمرتزقة اللي قاعدين بره مصر، العيل اللي هارب ب 2 3 مليون يورو وقاعد بره ما بين الكبريهات والخمرة، ما تسمعلوش. ده عيل ملعوب فيه، وملعوب فيه من المخابرات، وموعود بفلوس، وموعود ان يتوقف جنبه عشان يلعب في البلد. الواد ده دميه تحت ايد ناس بتلعب ضد بلدك، وبتلعب فيك، وبتلعب في حاله الغضب اللي انت فيها. الناس دي عمرها ما هترجع مصر. اللي قاعدين في تركيا، واللي قاعدين في بره مصر، واللي قاعدين هنا، واللي قاعدين هناك، خلاص خدوا جنسيات، وولادهم متأمنين، ومرتباتهم متأمنة، لأن فلوسهم بيقبضوها من دول خليجية عندها بترول. فالحد الوفاء متأمنين تماما، وخلاص قصة. لا والله لو رجعت مصر فتحت لهم حضنها وقالت لهم تعالوا ارجعوا تاني، ما هيرجعوا تاني خلاص. لكن بتاعهم هو انه يلعب فيك، البيزنس بتاعه ان هو يستغل حالة الغضب اللي فيك انك تأذي نفسك. انت اللي شايف المر مش هو، هو شايف اللي قاعد بين الساونا وبين الجاكوزي وبين المساج وبين الدلع وبين هنا وبين هناك، ولازم يعمل له تويتر، ولازم يكتب له مقاله، ولازم يقول تعليق في الجزيره، لان ده البيزنس بتاعه. ملايين بتجيله من الدولارات بسبب كده. انت الوقود اللي هيولع، انت ولادنا هم اللي هيولعوا. هو بيولع في البلد حاله انتقام ممكن، حاله حقد ممكن، حاله فشل سياسي ممكن، ارتزاق وخيانة ممكن، تعاون استخباراتي مع دول ضد بلده ممكن، سارق فلوس ونهب البلد ممكن، مش عايز يبقى تحت طائرة المسؤولية ممكن. لذلك انا بقولك تاني، لو مصر امنتهم يرجعوا، والله ما هيرجعوا خلاص. هم وضعهم مستقر برة، وبقى البيزنس بتاعهم ان هو يلعب فيك، يلعب في حالة الغضب بتاعتك. مذيعين قاعدين برة بيزيعوا وبيتكلموا وبيتفقوا مع بعض انهم يضروك ويضروا بلده. هنا دي شهادة محمود بيقولها بوضوح شديد جدا، انه الناس دول تحولوا الى بيزنس بقى ثوري، بيزنس الفوضى، مأجرين نفسهم عشان ناس تنزل وخلاص، وهم ما لهمش علاقة، قاعدين هناك بيقبضوا، وضعهم متظبط جدا، وانت بقى هنا تخبط دماغك في الحيطة. ولذلك مثلا احنا رصدنا ايه على تويتر، لانه في ناس دول بيخدموا، ففي حسابات كتيره لسه معموله من ايام قليله عشان ايه يسخنوا، اللي هو ايه، انتوا عارفين في هاشتاج دلوقتي اللي هو قال لك نازلين بعد صلاه الجمعه، اللي هو كانت النهارده اهو، نازلين بعد صلاه الجمعه. ماشي معانا كده يا جماعه؟ يعني ماشي الحاجات اهو، كل دي حسابات عاملين هاشتاج اللي هو يقول لك ايه، نازلين بعد صلاه الجمعه.